حصل اللي حصل قلت له جوال. ليش ما سلمت إلى الآن؟ رافض أسلم وما راح أسلم بعد. اللي عنده أمور خاصة كنا طلب فيها للي تقبل أسبوعين ما حد نفعل. ليش ما سلمت الجوال إلى الآن؟ ولا راح أسلم. أنا ظروفي ما تسمح لي. 100 ريال كثير على الدقيقة الواحدة. يتم استبعاد ماهر التمر من البرنامج. لا حد يقرب، لا حد يقرب. لا لا لا. ارجع. يا ولد الحلال. طلع على الأقل براي. لا. ولا حد طلع براي. قول لنا. استبعاد حنين الدفع مات اللي ترى بدون دموع ينزل منها حتى آخ ماهر التويماني واستبعاده. بصراحة قرار استبعاد ماهر التويماني كان صادم لنا كمتسابقين وكزملاء. كنا نتوقع أنه أشد الاحتمالات أنه بيكون أو يرحل إلى البرايم، لكن قدر الله وما شاء فعل. وأنا متأكد واثق ثقة تامة أن ماهر راح يقدم الشيء الكثير في الأيام القادمة. انصدمت، ما أدري ليش. أحس أن القرار كان ما في محله. كان مفترض أنه يعطوه فرصة يدخلوا برايم بدون ما أنه يستبعدوه فجأة. يعني كان صعب أنه في أسبوع واحد شخصين يروحوا عنا من القرية، فهذا اللي حزف خاطري وأحزني على ماهر. بما أني أنا كنت وايد قريب من ماهر وصدمنا من الشيء اللي سواه، ولكن الله كريم، شو نسوي بعد؟